أي. اكو شغلات ما نريد نبوح بها هسه، احنا نريد لا والله خليني الجروح. اسمعك خليني اسمعك لا لا احنا قضائيا عن المجلس القضاء مع احتراماته له هاي شيء محايد، بس سياسيا لا بالعكس مستهدفين 100%، وخاصه الاطار التنسيقي بين قوسين خلينا نكون واقعيين، الحركه او المقاومه الاسلاميه مستهدفه 100%. يعني لا تقنعني بان من مستهدفكم سيد طاهر تزوير واكو من بين من بين استاذ نجم، ترى هسه حتى الانسان العادي من يطلع على اوضاع العراق يعرف من وراء هذه العمليات التزوير وعمليات خليني اتكاشف استاذ طاهر خليني اتكاشف بالداخل خلينا نكون واقعيين، امريكا اسمح لي امريكا بالذات ومن وراها اسرائيل وبعض الدول اللا عربيه اللي تسمى بعربيه، لا ما عندها عروبيه ابدا، لان خلينا نكون واقعيين كان في 2014 مؤامره كبيره على العراق من قبل داعش، لكن ظهر هناك رجال غيروا مسار التوازن العالمي، قوة بدائية تقليدية استطاعت أن تهزم أكبر قوة شر الظلام في العالم متمثلة بداعش من وراء إسرائيل. هاي أمريكا وإسرائيل عادت حساباتها لأن طيب هذه قبل أن أنتقل للسيد فيصل الركاني، إذا كان هنالك استهداف يعني ما نعم. هو بنفس الإطار بنفس ما تخلين أستاذ نجم نكمل لا لا بنفس من تجي القوة البدائية تجي هاي استقطاع على العموم خذ راحتك لا لا بالعكس أنا أحترم رأيك، بس السؤال بنفسه حتى تكمل، إذا كنت تعتقد أنه هو هذا استهدافا للمقاومة، إذا لماذا نجح المالكي وأنتم لم تنجحوا؟ ليش ما المالكي انشمل معاكم وهو ضمن التحالف ذاته؟ سؤال موجه لي؟ نعم إليك. يعني السيد المالكي نجح بمن؟ بعدد المقاعد، يعني المالكي تقريبا نفس بقية القوى السياسية من الحلبوسي ومن الديمقراطي الكردستاني وحتى قريب من عزم، لكن أخي العزيز أخي العزيز نص المقاومة الإسلامية الموجودة المرابطة مع احتراماتي للجيش والداخلية اللي كانت على الشريط الحدود اللي ما انتخبت، ايش تحكي استاذ؟ أي. اكو شغلات ما نريد نبوح بها هسه، احنا نريد لا والله خليني اسمعك العمليه سيد. لا ماكو اكو شغلات ما نريد نثيرها لان نريد العمليه السياسيه بالنتيجه تمشي وعدم تكون هناك تشتت، خاصه بالذات البيت الشيعي اللي هو مستهدف من كثير من الدول الخارجه واللي هي قاعد تتآمر على العراق منذ قبل السقوط وبعد السقوط أيضا. يعني خلينا نكون واقعيين هاي الاستهداف موجود، وكل يعني كل العراقي كل وطن إنسان شريف يعرف أن خاصة هاي المقاومة الإسلامية اللي أوقفت زحف داعش هي بالذات مستهدفة، ولكن نقول احنا ما نريد نلملم الجروح، نسد ونمشي بالعمليه السياسيه الصحيحه لخدمه العراق، مصلحه العراق قبل كل شيء. طيب انا اتمنى الانسان الوطني الشريف والكتله الشريفه ان تكون مصلحه العراق فوق كل شيء.